الله الرحمن الرحيم. معكم خطاب يوسف من الجزائر. لطالما نطر ريح التطرف أفكار بعضنا إلى محب التشدد والتعصب لصالح أفكارنا، وكأن من خالفنا عدو لنا فقط لأنه خالفنا واختلف معنا في الرأي. ومن هذا المنوال نستنبط أنه لا حل للتطرف سوى إنشاء أجيال متفهمة تطفو على سطح الفكر، وخاصة الفكر العربي الذي هو في هذا الوقت منحط، وتولد بهذا نخبة مثقفة واعية تأخذ بدورها زمام قيادة بحر الفكر، تكون مبدعة فيه، تأخذ به إلى شواطئ الأمن الاجتماعي والدولي وإلى سلام إنساني يدوم بدوام الحياة. وشكرا.